المستوى المحلي. تطرق لها من طرق العام المدعمة المتعلقة بعملية التنصيب. الهدف تاع الملف موش إلا يعني به المدود راه. الهدف الملف تكون عندنا بلوس دو فيزيبيليتي، تكون عندنا أكثر معرفة تاع المخزون تاع اليد العاملة اللي متكونة ومتأهلة وفي انتظار في منصب الشغل. اليوم رانا أكثر من مليون ومئة ألف، نحن براتيكمون 1,150,000 مستفيد. سجلنا أكثر من 1,600,000 طالب. مدينا تقريب 90% تاع المواعيد اللي رونديفو للمدينة باش نستقبلوا هاد الطالبي الملح. ولكن عندنا زوج تحديات يستناو فينا. التحدي الأول هو كيف نطوي ونغلق بصفة نهائية لو دي اي بي. غير ممكن دي اي بي نخليوه 5 سنين 6 سنين جاست ومازال عامين. دونك الهدف تاعنا التحدي تاعنا اللي راح نوضعوه اليوم هو لكي الدي اي بي يتم الغلق تاعو بصفة نهائية هاد السنة. التحدي الثاني هو لو دي اي اس. لو دي اي اس فيه تقريبا 80,000 بعد صفية بعد لاسينيسمون تقريبا في 180,000. كيف نغلق الملف هذا خلال شهرين؟